اهلا وسهلا الحباب، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. نهار جديد، فيديو جديد، غنتلاقاو ان شاء الله في هذا الفيديو. هذا الفيديو غنمشيو فيه كاملين اختي لتركيا. مهم اليوم الحباب، اليوم غيبدا عندنا المعرض ديال تركيا اللي سبق لي شاركته معكم طبعا العام اللي فات، وطبعا كل عام كيكون جديد. واليوم النهار الاول، قررت انني نمشي اختي النهار الاول. هذا النهار الاول غنمشي اختي غنصور لكم، تشوفوا شنو كاين، نشارك معكم شنو تما. البنات اللي كيهمهم الامر طبعا وبغاو يمشيو، راه غادي يبقى حتى النهار الاثنين ان شاء الله. المعرض فيه 4 ايام، فيه نهار 5 و 6 و 7 و 8، يعني غيبقى حتى النهار الاثنين، وجات مع العطله اللي كاينه عندنا، يعني نهار الاثنين راه ما كايناش مدرسه. فالبنات اللي بغاو يبروفيتيو، سواء اللي ساكنين هنا في ليون ولا في النواحي، اولا البنات اللي خارجين من ليون طبعا فرنسا، غادي يكون انا قلت لكم هاد السيمانه هذه ان شاء الله. المهم انا غنحاول نشارك معكم لا فيديو في نفس النهار، سينو الغدا ان شاء الله في الصباح الى ساعدتني الظروف، لان عندي مشكل مع الانترنت. كنا قلنا صافي تحل المشكل، ولكن مازال عندنا اختي المشكل. عرفتوا شحال هادي وانا عندي مشكل في هاد الانترنت، وكل مره كنعيطوا ليهم. وبالنسبه للفيديو باش نطلعوا راه ما قادنيش غير جيجات هكا، كيتعطل بزاف بزاف بزاف، يعني كياخذ وقت طويل. هو غادي يطلع ولكن غياخذ وقت طويل. فالويفي ديال الدار اختي راه دغيا كيطلع الفيديو. المهم حنا عند الله اختي، نتمنوا اختي يطلع لا فيديو. دابا لقيتوني صافي غادي نمشي ان شاء الله، ونتمنى الى عجبكم هذا الفيديو اختي ما تنساونيش من واحد لايك، راه وليتو كتنساوني اختي واحد لايك الحباب باش كتشجعوني به. انا عارفاكم ماشي كديروا عن قصد، ولكن كنساو انا بيدي بعض المرات كنتفرج شي فيديو وكنسى ما نديرش لايك، عاد كنتفكر وكنرجع ندير لايك. المهم الحباب ما تنساونيش من لايكاتكم اللي كيدعموني طبعا وكيحفزوني. هادشي ما كان الحباب. المهم دابا بلا ما نبقى نطول عليكم بلا بلا بلا، غادي نمشي ان شاء الله، غندي الطوموبيل لان كاين باركينغ تما، كاين واحد بالفلوس واحد كنظن على برا. المهم انا غنمشي وناكد لكم هاد المعلومه، فخليكم معايا ما تزربيوش. تعالت اختي نتبرد شي شويه عاد نكمل معاكم. نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم، بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يمشيو بالطوموبيل، طبعا ماشي ضروري، راه كاين الترام كينزل قدام الباب ديالو. بالنسبه للترام واقيلا تي 2، المهم انا غنتاكد ونخلي لكم هنايا المعلومه وصافي. هادشي اللي كاين صافي اختي، يلا على بركه الله. لقيتوني حطيت الطوموبيل في الباركينغ. الباركينغ ما شاء الله عامر، كاينين الناس، ماشي بزاف مي كاينين الناس. بالباركينغ كاتبين الثمن 5 الاورو البلاصه، كاتبينها في هذيك الماكينه من كتخرجي التيكي وصافي. المهم هما الناس غاديين على رجلهم، شي جاي شي غادي، انا نقلب نصور لكم. انتم ما شفتوا يعني راه عامر، الناس تقداو وجايين. شفتوا واخا النهار الاول تبارك الله الناس شحال مسخرين وشحال مقدين اختي، كلشي خارج متقل. ايوا وتفاركه اكثر سعدات ما اختي، كيديروا لنا شي شنو نقول لكم، يديروا لنا شي معرض ديال المغرب ولا ديال شي دوله عربيه اخرى، والله الا ما كرهناش اختي يجيبوا لنا داكشي كامل. المهم غنوريكم الترام فين كيوقف، البنات اللي ما يقدروش يجيو بالطوموبيل نوريكم الترام. واخا ان راه الباركين كبير، ولكن نهار السبت ولا الاحد تقدروا ما تلقاوش بلاصه. نوريكم الترام فين هو، كيبان من هنا. البنات راه هو الترام شفتوه كينزل تما، شفتو تي 5 تي 1 تي 2 ياك، لا تي 5 شفتوه، راه هو فين هو. والمعرض ها هو اختي، ها المعرض يا اختي. نمشيو هانتوما هاد الدخله هي هادي اللي بغيت تصور هنايا. شوف انا نتصور حتى انا اختي، ها هي 2023. البنات ملي كيشريو لي تيكيت هنا فين قلت لكم الى خديتوها اونلاين في الانستغرام، قلت لكم الى خديتو اونلاين رقم ما غاديش تشدو الصف، راه كيكون الصف طويل. شوفوا الحباب، كنت خليت لكم اللين والكونت برومو على هادشي. البنات اللي ما كيتبعونيش في انستغرام احسن ندخلوا الانستغرام، حيت كنبارطاجي فيه شي حاجات ما كنبارطاجيهمش هنا، وكان معاهم واحد الكود برومو اللي كنتو غتستافدوا منه. المهم دابا الكود برومو راه ما بقاش هاك فاليدي، مي تقدروا تقطعوا اونلاين احسن لكم من هنا. شوفوا الصف الحباب، هادي اختي غير اليوم نهار الاول الدنيا خاويه. نخرج الفلوس، راه كاينه واحد لابونك هنا، لان الداخل كاينين اللي ما كيستعملوش لا كارت بونكير، فما احسن نخرج الفلوس. انا نخرج فلوس
الجاده الحمراء اختي. هكا راك البنات. منين هادو عجبوني 15 اورو كاين هادو هادو ديال العوينه شوفوا شحال فين واو هادو حتى 15 اورو كلشي هادشي 15 اورو وعاد كاينين الصوينيات هنايا ديال البقلاوه وديال الحلويات شوفوا هادو 10 الاورو بنين الزرقين هادو حتى مكتوبين بالحروف العربيه 10 الاورو هادو بنين هادو حتى عجبوني هادو بزاف كاينين لي بلاطو هادو 25 الاورو فيهم جوج الالوان مجموعه كامله ب 99 فيها 8 لي بياس بحال فيها 4 طنجرات هادو 35 الاورو هادو حنا ما يشعلوش اختي الموسيقى ويلي ما لساني مفاوت تلفت اختي شفت الماعن وانا نتلف شوفوا لي هاد الكويسات هادو 15 اورو الحباب كيجيو 6 حتى هما فحال فيهم ديال الغوت بحال ديالنا شوفوا هادو 6 ب 15 اورو فنين عجبوني وكاينين هادو يلا سمعوا الغوت كيجي فيهم مسدتين 15 اورو هذا كاين هذا الشكل هذا عاود 20 الاورو شفتهم ها هو كيجيو فيهم شحال شي فيهم 6 فيهم 12 اختي هادو 35 الاورو فناجين اختي كاين اللي 25 كاين اللي 30 شوفوا هادو هادو شحال كيوت اختي هادو 20 الاورو حتى هما كاينين في البيض البيض ديالهم واعر شوفوا جاب شي حاجه مختلفه شفتوا كاين فيهم هاد الذهبي والبيض والكحل شفتوا كاينين هادو عاود كاينين هادو هادو هما اللي عجبوني انا حتى هما فنانين شفتو يجيو هاد الشكل هاكا هادو 29 شوفو هادو البنات فيهم الالوان هادو 35 وقيلة 35 لا 50 اورو هادو ولكن كيجي التفصيل ديالهم كبير هانتوما كاينين هادو مجموعة كبيرة هانتوما كتشوفو فيها هادو وفيها هادو ب 30 الاورو كانوا 55 الاورو شفتوا هادو فنين هادو ثمن مناسب ديالهم هذا انا على قلبي شي سيرفيس من هادو ديال القهوه واتاي هذا جاني ثمنه مناسب وفيه فيه بجوج اتاي والقهوه شوفوا هادو الحباب هادي 10 الاورو فنه شوفوا هذا التحتاني راه ماشي زاج ميتال شفتوها فنه 10 الاورو شحال فيها القطر ميمرا ما كبيراش بزاف ولكن فن 10 الاورو شي حاجه مغايره ومختلفه شوفوا لي تيغمود القهوه 10 الاورو كانوا ب 20 الواحد ماشي جوج
هما الاشكال اللي فيهم. الصاب يا اختي ما يديروش الموسيقى باش نكمل لكم الفيديو هكا بالصوت. كاينين هادو ب 15 كانوا حتى هما ب 30 دريو لهم 15. هادي 10 الاورو بحال حلوه شفتو كتفتح باش تفتح لي. المهم راه كانت 25 رجعوها ب 10 الاورو. ايوا كاينين هاد لي بلاطو هادو حتى هما هادو 10 كاين لي 15 والصغار 10. عجبوني هاد لي بونبونيير شحال ديري لهم 15 اورو والكبيره 20. عجبتني الكبيره وكاينه اللي صغير مويان وكاينه اللي صغيره. ما شاء الله شنو كاين العجب المعجب. انتما واحد هاد الفارس ها هو هادو 15 اورو. هادو راهم هذا الزاج ماشي البلاستيك كاينين بحالهم شيئين ولكن عندهم هذا بلاستيك و ترونسبارون. هادو الزاج هادو 15 وهادو 20. هادي فيها 4 15 وهادي فيها 26 هادو 25. المهم حويجات مختلفين ماشي بحال اللي كتشوفوا عند اي واحد فين ما مشيتوا. المهم هادو 15 ديال الكوزينه هكا ديال التوابل. كاينين هادو حتى هما 15 فيها 9 ديال لي بياس 15 اورو ديال الزاج. ها هما اختي كبيره صغيره مسطه زوينين. ها انتما هادو 15 اورو فيها شحال فيها لات فيها 7 د البياسات اينوكس. هادو فيهم هادو ديال الزيت فيها السكر القهوه الملحه المهم الابزار. شوفوا هاد البلاطويات شحال عجبوني حمقوني واعرين. شوفوا هذا الحبل شفتوا كيفاش كيبان واعر 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 فن كيحمق. هادو راه عاملين لهم 30 الاورو. المهم فيهم هاد الزرق هذا وفيهم هاد الخضيدر. شوفوا الخضر ديالهم شحال فن واحد الخضر كيحمق. وعاد فيهم هادو اللي كيجيو هكا مدورين. هادشي كامل 30 الاورو واعرين واعرين. شوفوا شوفوا لي هذا الحباب شوفوا شحال كلاس وشحال كيحمق. هادو كيجيو ب بحال الطويسات الزاج ولا تقدروا تصلحوا الفلون الديسير. كيجيو بالغلاقه ديالهم 6 حتى هما 6 الاورو. وهادو الحباب شوفوا كيحمقوا شفتوا كيجيو جوج. هادو هانتوما اينوكس الثمن ديالهم واقيله 25. انا غنشوف لكم الثمن 25 الاورو فنين. وعاد كاينين هادو ديال المعلقات و المهم كونفونتو اولا سيرفيس المعلقات هذا ب 30 الاورو. ولكن شوفوا المعلقات ديالو كيفاش كيجيو. كاين هذا اللي فيهم كيجي فيهم بحال بلاستيك هادو عجبوني اكثر جو كلاس اكثر. وهاد المولاده شحال غزال تقدري ديري فيها كيكه وحده وتقسميها وكل وحده ديريها بمذاق. كيجيو فنين كل جوج كيجيو بحال هذا واقيلا 10 الاورو 10 الاورو حتى هو. وعاد كاينين هادو العاديين الكبار حتى هما 10 الاورو. قولي هادي شحال كتحمق الحباب فن عجبتني هادي 10 الاورو. هادو 15 اورو كيجيو 3 بالعلاقه ديالو فيهم واقيلا الالوان ولكن المهم كانوا 30 رجعوا ب 15. كيجي الكبير والصغير والموسط ديال القهوه وديال الحليب شفتوهم عرفتو راه ثقالين. هانتوما هاد البريدات 15 اورو الحباب كيجيو جوج 15 اورو اينوكس. هادو عاد كاينين هادو عاجبيني مزيونين. شوفوا البنات 25 الاورو شفتو كيجيو هكا. شو هاد الدوغيه هذا شحال كيحمق. كيجيو مزيونين حتى في كوزينه هكا الديكور بحال هكا تقدروا تستعملوهم. مثلا حنا بالنسبه لينا هذا الماء سخون وهنا نديرو التيزان ولا اتاي ماشي بالضروري خص غير اتاي التركي هو اللي غنستعملوه. هادو د العرايسات الحباب شوف عاملين لهم 90 الاورو. كيجيو جوج ديال هكا ديال البنوارات ديال الحمام بالفويطات ديالهم في الالوان. شوفوا هادو الحباب عاملين لهم 20 الاورو فنيونين. شوفوا كيف كيجيو هانتوما كيجيو غارقين. شوفوا اللوينات اللي فيهم 20 الاورو. هادو كيجيو 15 اورو فيهم 3 د الالوان وكيجيو فيهم 6 ديال الزليفات. كاين هاد الدوغي وكاينه هاد البيضه هادي بحال هكا وكاين في الازرق
شوفوا لي هادو الكويزين البنات، شوفوا شحال كيحمقوا فني، جاوا في الكحل، فيهم الكحل والبيض. هادو الثمن ديالهم انا غنشوف 25 دولار. كاين هذا الموديل، هذا الموديل جا عربي بزاف، يعني ستيل عربي. عاد كاينين هادو، هادو 25 دولار، كيجيو فيهم كيجيو على هذا الشكل. هذا هو يورينا شفتو، كيجيو على هذا الشكل، وكيجيو معاهم هادو معلقه ديالهم 25 دولار، فيهم جوج الالوان. ميرسي. هادو 10 دولار، ها نتوما كيجيو فيهم 6 فنيونين. هادو ها نتوما الكاس قداش كيجي، هانتوما المسجد ديال صوفيا في تركيا. كاينين هادو وكيجيو 5 لا 4 4 ب 15 اورو. هادو كيجيو شويه كبار بالماء اولا ديال شي عصير هكذا، 4 ب 12 اورو. هادو فنيونين غزالين، شوفوا راهم كبيبرين، 4 ب 12 اورو. هي هاد الطقم البنات، شوفوا هي العوينه، شوفوا هي العوينه. هادو هذا انا نشوف لكم شحال، شوفوا كيجيو معاه كويسات كبار، كيجيو هادو اختي فنين، شوفوا شحال كيحمقوا هانتوما. وكيجيو معاه هادو اللي صغار، ماشي كيجيو معاه زعما الا بغيتو، هادو صغار. وهادي كيجيو طبيصلات، شفتوهم هادو كل حاجه وثمنها الصراحه. هادو 45 دولار، وهادو 55 دولار، وهادو كيبقاو كل حاجه والثمن ديالها. ها نتوما كتشوفوا كل الموديل والثمن ديالو، بحال هذا 119 اورو، هذا 99 اورو، شي كامل واعرين 120 اورو طوالين. الواد ديال الحضور حتى هما ديال الساتان، شوفوا كيفاش كيجيو. هادو 50 اورو، شفتوا كيجيو طوالين حسبيين. عاد كاينين هادو هما 50 وهذوك 30، شفتو هانتوما كيجيو طوالين مزيونين صراحه، عجبوني. عطفوا الموسيقى بيا اختي 30 دولار، شوفوا كيف دايره فنانه. هانتوما الزرابي، شوفوا كيحمقوا الزرابي 60 دولار، شوفوا كلشي 60 دولار. وهذه 30 دولار كتحمق، شوفوا شحال طويله فيها، واقيلا شي 3 متر ولا 4، كلشي هذا 60. يبيع كلشي طفال، كلشي المقالي كاملين طفال، ومرخص فيهم، ندير لكم أثمنة مناسبة. شوفوا كلشي المعن ديال الطفال، شفتوا بحال هادي، هادي 15 13 10، كلهم داير فيهم صول. تصريبيات 5 أورو، شفتوهم كبيرة شوية، ويمرا رقاقين هادو. عاد كاينين هادو 10، آخرين 70 20، هادو ديال كل ثلاثة، كل مجموعة ب 40 دولار. كاين فيها الألوان، كاين هاد الكحل، وكاين هداك الباج، كل مجموعة ب 40 دولار، ثلاثة ب 40 دولار، شفتوهم؟ عجبوني هاد البازات، هادو كيجاو فنيين. هادو 15 أورو، شحال فنانة هادي 15، هادو 10، هادو 7، هادو شحال ديال الرخام، هادو 10، وهادو 15. شوف إذا عجبوني عندو الحاجة، تجيهم متميزين والثمن مناسب صراحة. انا غناخذ من عنده شي حاجه تعجبوني انتما. نسيت 10 الاورو، هادو 6 ب 10 الاورو، رطيمه الزيت. شوفوا هادي، هادي شحال فنان عجبني. هادو 15 اورو ديال الزيت، شوفوا شحال فنانين. هادو 10 الاورو انتما، شوفوا ديال الزيت شحال فنانين. شوفوا هادو 12 اورو، كيجيو فيها 12، شوف هادو 7 د الاورو، كيجيو فيها 4 فراقة، كيجيو فيها 4 د الحبات، 7 د الاورو. شوف هاد الكويسات هادو، بحال فنية 4 د الاورو، واحد
هاد الضربيات كيحمقوا. هذه واقيلا فيها جا متر ونص على ما عقلتش. المهم شي حاجه بحال هكا شي واقيلا ولا 2 متر 30 اورو. وهذه 70 الاورو. فنة شوفوا شحال غليظه. المهم هذه والله ما عرفت شحال فيها ديال الطول. شوفوا هذه اللي لتحت كيف عامله يا الحباب. هذه يقدر يكون فيها حتى ل 2 متر على متر ونص هذه. وهذه يقدر يكون فيها 3 متر على 2. هذه واعره. شوفوا لي تحت منا شفتوا. انا نوريكم المديدات. هادو راه كيكونوا حتى في مارشي وبيس. هذا اللي كيبيع. شوفوا تبارك الله شحال الزراب. هاد الزريبيات هادو كاملين 5 الاورو. كلشي هادشي 5 الاورو. والقياس ديالهم راه هو هذا. هاد الاورو كاينين راهم ميزاهم عندهم كاليتي وعندهم داكشي كيحمق. انا غنرجع عندهم شوفات. هادو القريعه ب 4 الاورو. انا غنوري لكم. وهاد الكميسات ديال القهوه اولا ديال اي مشروب 6 الاورو. كيجيو 6 طبعا 6 ولا نو ماشي 6 كيجيو غير جوج ب 6 الاورو. غاليين شويه. كاين هادو رخاص. شفتوهم جوج الاورو. وهاد البول شحال غزال. تقدروا تقدموا فيه سلطه ولا بحال هكا تحليه ب 10 الاورو. شوفوا شحال غزال. شوفوا هذا المول اللي مول هذا 10 الاورو. هذا الموديل اول مره غادي نشوفه. شفتوه اول مره الصراحه غنشوف هذا الموديل. هذا جديد فيه الالوان. تعرقت عرفتوا كاين شي وحدين اللي عندهم الاواني مهم عاديين وكاينين شي وحدين اللي عندهم داكشي واعر. المهم راه كلشي كنصوروا لكم الزوينه اختي الواعر والمصد. شوف اختي هادو 100 الاورو. حاجه زوينه كتجي فيها التوتال 27 بياسه ديال الكيك. هذيك الفراقه هاد طبيت بحال هكا الكميسان د اتاي. وهادو فيها حتى الكيسان د القهوه كنظن. لا ما فيهاش كيسان القهوه. وهادو 130 الاورو 33 بياسه. شوفوا ما شاء الله. انا كنوريكم معايا هادو اللي فيهم العوينه. ميرا كاينين موديلات اخرين منهم هادو. شوفوا هادو كاين الغوز ديالهم. وعاد كاين المهم هاد اللوينات اخرين. هادو 70 الاورو. هادو فنين لكل نهار. هادو 35 بياسه صراحه خاصك صحاب لي بلاستيك كنحاديهم. هادو حتى هما 70 الاورو 31 بياسه. كيجيو هكا كيجيو فيهم هادو. هادي كاينه 25 دولار. هادو الحباب شحال فنين. وهادو ما عرفتش شحال الثمن ديالهم. هادو 35. هادو ديال الزيت كاين اللي 15 اورو جوج. كاين اللي 10 الاورو. كاين اللي 20 على حسب شنو غادي تسدي من عندهم. حتى هادو عجبوني كيحمقوا. هادو فنين واو. شفتو هادو 10 الاورو 10 قيل 10. نزيد نشوف لكم اختي. هادو ديال الحليب شوفوا شحال فنين. 108 ما مكتوبش فيهم. لي فوتي حتى هما اختي موجودين هنايا. كاينين محلات اللي كيجيو هنايا وكيحطوا حتى همايا السلعه ديالهم. المهم هادو ها هما. هذا دايرين ناقص 200 اورو على بروموسيون على حساب زعما المعرض. هما هادو المحل ديالهم راه في ديان. شفتو عندهم المحل في ديان. هادو دايرين لهم 99 اورو بروموسيون. شوفهم هما اللي دايرين اوفيرتا في الضريبيات بزاف. هما هاد المهم عقلوا عليهم. ها هما. وهادي ديري لها 109 كانت 189 غير هي بان لي بان بزاف البيج والكري الالوان نيود هكا هما اللي كاينين بزاف في السوق. شفتو لاحظتو كلشي هاد الالوان. الماعن ما بغاوش يسهلي وعيط نصور لكم. هانتوما هذا كيبيع البياسه 5 الاورو كل حاجه اللي 5 اللي 10. هادي الشطر كيبدا خدام غادي نصور لكم الهيل. شفتو ها انتما
هذه 25 25 كاين 30 40 الجيش التركي صورهم ليكم. لازير ولا راه كاينين هكا كلينيكات اللي خاصين المهم دايرين واحد بروموسيون شفتو التفاصيل ديالها كاملين هنا. Du coup, sur Festiculture, on a une offre oui. Jusqu'à lundi, c'est 1580 aisselle, maillot intégral, jambes complètes. Si vous ne souhaitez pas cette offre-là, on a une autre offre qui est à 980 pour aisselle, maillot intégral, demi-jambes. Ah. Que vous pouvez venir ici ou sinon sur place, chez Centre d'État, au 15 place Jules Ferry. D'accord. Vous avez facilité de paiement en 4 fois. Oui. Par contre, il y a des frais. Oui. C'est pas une grosse somme. C'est 22 euros de frais à peu près qui se rajoutent oui. uniquement à la première mensualité et après il n'y en a plus. D'accord, voilà. Merci. Et on vous explique tout sur des, en détail. D'accord, merci beaucoup. بزاف مي شوفوا هاد لي تيرمون هادو كيجيو جوج ب 25 اورو واحد مكتوبه فيه القهوه والاخر الشاي. الكويسه ديالها فيها 20 اورو كاين هاد الموديل وكاين هذا وكاين هذا كاين هذا عاود هذا كاين خمره وهذا فن هادو 20 اورو راه كاين شي حاجات الحباب ما كيبقاوش يعني اللي انتريسي شي حاجه ديري على بكري وصافي. المهم الكويسات هادو 15 اورو كيجيو اربعه هادو حتى هما 8 الاورو هادو كيجيو واقيلا غير جوج 8 الاورو هاد الجي هاد الماكله كامله الجي هاد الماكله المهم نصور لكم تما المسرح فين غادي يكون كل شيء المهم راه غادي يجي داك الممثل بوراك اللي كنت غنخلي لكم لا فوتو ديالو المهم بوراك شي حاجه ما عقلتش عليه الاسم ديالو المهم هنايا عاود واحد المطعم شوف هنايا كاين شوفوا شكون اللي كاين هنايا ما عرفت شكون اللي كاين المهم ها هو هنا شكون هو داك ما نعرف صافي وهنا فين قلت لكم المسرح المهم راه غتبدا شي حاجه دابا وهاد الجهه كامله هاد الماكله وكاين حتى المسجد ديال صوفيا راه هو فين هو وهنا كاين المسجد للصلاه فهاد البلاصه كاين لي تواليت والمسجد للصلاه راه هي الموسكي ما اختي شوفوا داكشي ب ثقافه تركيه شفتوا الطبيلات داكشي بالتاويل ديال تركيا وجا حداك اختي هذا المسجد بحال الا راك جالسه ميت في شي بلاصه في تركيا المشروبات كتشريوهم بوحدهم المهم جوج اورو كل حاجه تيجي تناكل شويه عييت والله الا عييت ضروني رجلي ما شاء الله كبير مازال ما كملتش يلاه درت النص عييت وجاني نيت شويه الجوع خديت المهم غنوريكم شنو خديت بالنسبه للاثمنه راه تقريبا كلشي 8 الاورو المشروبات جوج الاورو يعني بحال 10 الاورو الواحد الا غتجيو تاكلو نتوما والوليدات هكا عائله هكا مع بعضيتهم هادو هما الاثمنه
صافي. والفريت هذاك بوحدو 3 اورو. هادشي اللي كاين. المهم نوريكم انا شنو خديت. هنا شنو خديت انا اختي؟ الكباب في هذا الساندويتش هذا. وخديت كيفاش غندوز. المهم انا فين جالسه اختي؟ جلست حدا مول المشروبات. ايوا ان شاء الله ناكلو نتلاقى معاكم. المهم نذوق معاكم اختي كيبان هادشي بنين وسخون. المهم نذوق معاكم زيدا. مزيون كوديديا فيه الحار صراحه. مزيون عندهم بزاف ما يتكال هنا. حبس والله الا حبس. شنو ناخذ في الاخر؟ خديت هذا هادشي اللي كاين. المهم سالي اختي ونتلاقى معكم ان شاء الله. نكملوا الجوله باش نمشي بحالي. بوحدي جات لي شي شويه ثقيله مي ماشي مشكل. انا قلت لكم النهار الاول جيت باش نصور لكم. بعد ان شاء الله غنرجع انا وليداتي وان شاء الله غنرجع نهار الحد. نهار الحد لان نهار الحد غادي يكون هذاك الممثل اللي قلت لكم عليه. كنتمنى اختي تشوفوه اختي نتصوروا معاه. ايوا هادشي اللي كاين. ونكمل الماكله ونتلاقى معكم. Ve ardından yapılacak hayır dualarının sana fayda olacağı bir zaman yoluna girmiş olacak. Bu düşünceler ile tekrar bir eser. C'est pas le mangue. Le mangue comme ça. Cajou, 15 euros le kilo, louz mahmaz, noisette. بيستاش 700 غرام 15 كيلو 15 اورو. شنو 15 كيلو؟ شوفوا هادو مذهبين ما عرف شنو هذا. هادو لو كيملار ما عرف شنو ما. المهم هادو 100 غرام ب 3 اورو. فيهم بزاف المذاقات هكا. هادو حلويات واقيلا الشعبيه ديالهم. الناس اللي كيبغيو طابلو هكا مكتوبين باللغه العربيه حتى هما راه كاينين هنا. ينقطل بلو اي حاجه كيكتبها لك سير بلاص. والاثمنه هما هادو اختي. ها هما معلقهم هنايا بلا كادر. هادو يعني الكادر انت اللي كتشريه من بعد. يعني كتاخذوا من عندهم لي بيجو كيكتبوا لكم الاسم اللي بغيتو. هما هما لي زاكسيسوار عندهم هنايا بزاف الحاجات خمتمات كلشي. المهم داكشي ديال النحاس ديالهم كامل داكشي ديال الاسراك اختي. عجبتني هاد الصينيه الراجل كيصلي. هاد الصينيه هادي فيها البريري النحاس والطبيطلات ديالو. وهادو المقيلات الشهيرين ديال تركيا ما عرفتش شحال الثمن ديالهم. المهم نتوما كلشي هنايا. انا قلت لكم بحال راكم في تركيا. شوفوا العسل بالجبح ديالو. المهم انا غنسولو على الثمن ديالو. زيت الزيتون القوق منقي اختي مقاد. المهم عجبني انا عجبني العسل هذا بالجبح ديالو. باردون سي كومبيان؟ سي كومبيان؟ 39 39 اورو بير كيلو. بير كيلو 39 100%. 100% 100% طبيعي. هذا جوزها ان شاء الله. تمام تشكر. الله يمكن زايل السلام. الله يحفظك. شكرا. بيستاج هذا عنده 18 اورو 800 غرام. هذا البيستاج ديالو. ما
Attends, le paiement est passé. Attends. Je regarde. Je t'envoie un SMS de confirmation. Ah, tu dois avoir marqué. Yoksa can suyu girdi. كلينيكا ديال الاسنان كاينين بزاف بزاف يعني كتجلسوا معاهم كتهضروا معاهم توريهم شنو المشاكل الناس اللي عندهم شي مشكله هكا في السنينات وكيفكروا انهم يقادوا السنينات ديالهم فراه كاينين بزاف الشركات هنا كاينين حتى السكان ديال الماركات العالميه كيبيعهم 35 اورو الساك اي ماركه بغيتو بحال هذا ديال كيس وكاين هذا ديال مسالوغو المهم كاين بزاف ماركات ديور هما راه معروفين بهاد السيكان بحال هكا وبزيد مات بزيد مات حتى هما عندهم ديال ماركات عالمية نتوما كتشوفو ديال لويس فيتون كيس بوس شانيل كلشي هانتوما كاينين حتى الحوايج حتى هما كتقدرو تلقاوهم هكا كسيوات سريولات مهم كسيوات الحضور ديال المناسبات مهم كل حاجة والثمن ديالها هانتوما قوي مجات طوال حوايج ديال سبور مهم عندهم بزاف الحاجات عبايات هما بالنسبة للملابس راه كاينين بزاف 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 عرفت راه بغيت نصور لكم قلت لكم كتجيني الدوخة أنا في هاد الشي مهم عبايات طوال 40 الأورو بحال هادي 40 الأورو هادي حتى هي 45 الأورو هانتوما نصغر لكم باش تبان لكم كاينين كسيوات 30 الأورو 20 عبايات بحال هادي هادي 20 هادي 30 كسيوات وراه كاينين لي كاليتي ديالهم غزالة التوب ديالهم كيحمى هادو التويب ديالهم غزالة البنات عاد كاينين بحال هكا لي كيجيو هكا طويلين وراه كاين لداخل كسيوات انا ندخل نصور لكم شي حاجة ثم قوي مجات طوالين شفتو هادشي كامل 25 الأورو الحجابات راه دايره فيهم اوفيرتا او دايره فيهم واحد الاوفر الاوفر ديال 3 ب 20 الأورو الحجابات ديال المحجبات كاينين بزاف وكاين حتى بحال هادشي كما قلت لكم ديال السبور هادشي هادي الثمن ديالها 34 الأورو عبايات بحال هادو فنة هادي جات كحلة سامبل تلتحت هادا ديالها هادي الثمن ديالها 59 الأورو 60 الأورو هادي كاين اللي هاد الشكل هذا شوفو شحال فنة هادي عجباتني حتى هي المهم كاين بزاف الموديلات كل حجابات الألوان اللي فيهم شحال فنين تويبات ولا الألوان وكيفاش نستفاد هاد الشيء اللوينات ما شاء الله الكاليتي ديالهم زيونة بالنسبة لي فول لي شال كاملين راهم ديال لاسوا 10 الأورو أميرة العرب ها هي الحمراء والغوز لكن الحمراء اللي عليها الهضرة بزاف أنا نسول الثمن ديالها المهم عنده بزاف الأنواع والأشكال ولكن هذه عنده يارا ها هي هذه حتى هي معروفة المهم 30 الأورو 30 الأورو هكا العطور العربية
سيوات 10 أورو. هانتوما كاين جوج الموديلات، كاينه هذه اللي بحال هكا تويف ديالهم راه غزال، وكاينه اللي كتجي بحال هكذا في الالوان بجوج 10 الأورو. هانتوما الصفر ديالهم، ها هما الالوان ديالهم، كاين هذا اللون هذا عرفتوا الثوب ديالهم كيحمق بلاتي نوريكم. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا 10 الأورو، التويف ديالهم غزال. الموديل هذا حتى هو 10 الأورو. المهم هاد الصف كامل 10 الأورو، الكسيوات هادشي كامل 10 الأورو. كاين يلعبوا الوليدات طبعا، الالعاب ديال الوليدات الصغار كلشي هنايا، والاخرين على برا اللي وريت لكم. شوفوا هاد الزريبيات هادو 10 الأورو، 1.20 متر على 1.70 متر. الزريبيات رخاص، كاينين اشكال والوان. المهم بالنسبه للكسيوات، بالنسبه للكسيوات المحجبات وهكا لي زونسومبل هكا، راه كاين شغنقول لكم بزاف بزاف بزاف. راني عييت ما نصور لكم واللي ما صورتوش، المهم انتم خديتوا فكره. فنات الكسوه حمقات 32 الأورو. شوف اللوينات اللي فيها شحال كلاس. الفنه 25 الأورو، فنه غزاله عجبتني بزاف. المهم راه فيهم الالوان بزاف، ها هما شفتوا بحال هذيك تقريبا اللي وريت لكم، هذه كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا شحال فنه يا الحباب، 25 الأورو. شفتوها فنيونه الفصاله ديالها، وحتى التويب ديالها مزيون. شوفوا كيفاش كتجي، شوفوا هادو شحال فنيه، 34 الأورو. المهم كسيوات بزاف اشكال والوان، فنين. شوفوا الكسيوه نقيه كيفاش كتفن، عجبتني عجبتني اللبسه، جات مع هاد الحويجات اللي لابسه، مع السروال ومع الصنيدله مع كلشي. شوفوا هاد الموديل هذا تا هو شحال مزيون، وكلشي على الثوب، الثوب ديالهم كيحمق عرفتوا، جا طايح وجا طيطب. كيبيع كلشي بجوج اورو، كلشي ليمون كلشي هادشي بجوج اورو. هانتوما هادو حتى هما جوج اورو ديال المافين، كلشي جوج اورو. هادوك 5 الأورو هادوك الشبيكات، وهاد الليمون هادو هنا عاود كلشي جوج اورو. العلقات المويسات المقوصات كلشي جوج اورو، حتى الكسيوات ديال العريسات ديال المناسبات كلشي كلشي موجود. دا كيصاوب جميع انواع العطور، اي عطر بغيتو ها لا ليست كتوري والو، وها هما العطور عندهم شفتو، اي عطر بغيتو كتقلبو عليه هنا كتوري ليه، وكيصيب لكم الهوانيت العود العطور كلشي كلشي العطور. الحباب لقيتوني عاد خرجت، عييت 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 الله العظيم الصراحه، رجلي طابو عليا صافي انا نخرج بحالي دابا راه العشيه. مهم انا غنشوف الا قديت نحط لا فيديو اليوم تبارك الله، سينو نحطو لكم ان شاء الله غدا في الصباح باش تشوفوه وتستافدوا منه ان شاء الله. مازال 3 ايام العطله كامله مازال فيها هذا المعرض هذا. صافي هادشي اللي كاين، خديت شي حاجات ماشي كثار، المهم خديت شي حاجه ضروري اختي البارو كنديو معانا. صافي هادشي اللي كاين، غادي نمشي بحالي دابا، غادي نختم معكم لا فيديو هنايا باش ان شاء الله وصلت للدار ولحقت انني ندير ليه المونتاج وننزلو لكم كيف ما قلت لكم سينو غدا ان شاء الله. هذا ما كان الحباب. المهم غنقول لكم شكرا حيت وصلتوا حتى لهنايا، وشكرا لمشاهده الفيديو، وما تنساوش اختكم بلي لايك ديالكم، راه كنقول لكم دائما كيدعموني ما تنساونيش من لايكاتكم. وان شاء الله نتلاقاو فيديو قادم، غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم، الى الفيديو الجاي.